سوق شغل من ناحية النوع الاجتماعي. شنو هو مفهوم النوع الاجتماعي؟ كيعني التحديد اللي كيديروا المجتمع والثقافة للأدوار الاجتماعية ديال الذكور والإناث والعلاقات بين الرجال والنساء. أما كلمة الجنس كتشير الخصائص البيولوجية ديال الإنسان منذ الولادة ذكر أو أنثى. تحليل ديال سوق الشغل ولا كيهتم بزاف بالمسائل ديال النوع الاجتماعي، والسبب هو أنه كاين بزاف الأشكال ديال عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في سوق الشغل، وأن الرجال والنساء ما مساويينش في الخدمة والتشغيل. النساء كيعانيوا من بزاف ديال التمييز والفرزيات القائمين على النوع الاجتماعي، وخصوصا مع الصور النمطية اللي كتلصق للنساء وكتقلل من الحظوظ ديالهم في الحصول على عمل محترم. النساء معرضات أكثر للعمل الجزئي، وكيعانيوا من عدم المساواة في توزيع الأشغال المرتبطة بالأدوار المعطية للنساء، حيث النساء كيدوزوا وقت أكثر من الرجال في الأشغال ديال الدار، الشيء اللي كيشكل لهم حاجز من أجل تحقيق استقلاليتهم المادية وكذلك فرض مكانتهم في سوق الشغل. مثال: مريم خياطة كتمنى يكون عندها عمل دائم وتخدم ديما، ولكن رجلها ما كيعاونهاش في الشغل ديال الدار. هاد الشيء علاش هي كتخدم غير مرة باش تقدر تكلف بشغل ديال الدار وتقابل ثلاثة ديال الولاد، الشيء اللي كيدي ليها تقريبا 5 سوايع في النهار. رجلها كريم عنده خدمة دائمة وكيزيد السوايع الإضافية. النساء العاملات كيواجهوا ما يسمى أسقف زجاجية، الشيء اللي كتعرقل تطورهم وتقدمهم في العمل، وكيواجهوا أيضا ما يسمى الجدران الزجاجية اللي كتقلل من الحركية ديالهم في الخدمة، أي تغيير في ظروف وشروط الخدمة ديالهم. مثال ندى كملت بنجاح الدراسة ديالها في الاقتصاد هذه 10 سنين، وكتخدم هذه 8 سنين في شركة ديال الاستيراد والتصدير، ولكن ما قدرتش تسرق باش تولي رئيسة قسم، رغم أنها عندها نفس المؤهلات ونفس التجربة بحال زميلها رمزي اللي قرا معها في مدرسة وحده وفي نفس القسم، وهو كيشد أجر أحسن منها وزاد حصل على ترقية ودابا راه في الفريق المسير ديال الإدارة. هاد الوضعية الصعيبة كتزيد تدهور بالنسبة للنساء في البادية اللي كيشتغلوا، حيث غالبا ما كيكون هاد العمل ما كيتخلصوش عليه، يعني خدمه ما مخلصش عليها وفيها الهشاشه والقيمه المضافه ديالها ضعيفه. 60.3% من الناس اللي كيساعدوا الاسر في الباديه او في المناطق القرويه نساء. مثال: مليكه كتخدم مع رجلها فلاح وما كتخلصش على هاد الخدمه لان رجلها هو اللي كيستافد من الارباح من بعد ما كيبيع المنتوجات الزراعيه. اذا مليكه كدير اولا خدمه مهنيه وما كتخلصش عليها، وثانيا كتخصص وقتها للشغل في الدار وما كتخلصش عليه حتى هو الشغل ديالها كامره في دارها، لانها كتقابل ولدها رضا والام ديالها المسنه. راه معرفه تفاصيل مشاركه النساء في سوق الشغل امر حاسم باش نفهموا عدم المساواه بين الجنسين، وكذلك من اجل تنوير السياسات العموميه اللي من بين الاهداف ديالها تقليص هاد الفوارق وضمان الشروط والظروف الاجتماعيه لتحقيق تنميه اكثر شمولا من حيث النوع الاجتماعي.